يعني لما فتحت تليفون لا تنتظرون يعني كلمة مطولة، ولكن أنقل لكم الحوار القصير الذي دار بيني أمس وبين الشاعر إبراهيم قرعلي الذي وجه لي الدعوة لحضور هذه الاحتفالية بمنتدى الحوار. وبالمناسبة أتوجه بجزيل الشكر للقائمين على تنشيط وتنظيم هذا الحوار في هذا الفضاء الإبداعي. إذن قال لي وكتب يقول: أدعوكم لحضور هذه الاحتفالية. فقلت لأخي وصديقي إبراهيم: شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. فقال لي: لن أنسى لك وصفي بهوميروس الجزائر، هوميروس الجزائر، وقد ذكر ذلك الدكتور محي الدين عميمور في المقدمة. معالي الوزير، تحياتي الخالصة لك. إذن فما قاله أو ما نقله عني الدكتور محي الدين عميمور وهو إحدى تعليقاتي على ألفية الجزائر التي أوردها في مقدمة كتاب ألفية الجزائر، فقال يقول بالحرف: ويستكمل زين العابدين بوعشة ذلك بالقول: إبراهيم قرعلي هوميروس الجزائر يصنع الاستثناء بقصيدة ألفية الجزائر، وكأن الجزائر لم تبح بكل أسرارها وبتاريخها الملهم للشعراء السابقين والمحدثين. وشكرا جزيلا.